معكم هدى عثمان لتقديم تقرير NYFP من بورصة نيويورك. ونتحدث اليوم عن النشاطات الجديدة للاستحواذ والاندماج، ونبدأ بعرض جديد قدمته شركة HP لشراء شركة 3PAR مقابل 24 دولار للسهم، وهي تنافس بذلك شركة دال والتي كانت قد قدمت عرضا لشراء شركة 3PAR مقابل 18 دولارا للسهم. طبعا دفع ذلك أسهم 3PAR للارتفاع وبـ40%. من ناحية أخرى، رفضت شركة بوتاش رسميا عرضا قدمته شركة BHP بيلتن للتعدين لشراء بوتاش مقابل 38.5 مليار دولار. قالت بوتاش أنها تجري محادثات مع شركات أخرى للبحث عن صفقات بديلة. أسهم بوتاش ارتفعت أيضا بـ1.3%، ويذكر أن أسهم بوتاش كانت قد ارتفعت ارتفاعا كبيرا الأسبوع الماضي. أما بنك HSBC فهو يجري محادثات لشراء ما قد يصل إلى 70% من بنك نت بنك الجنوب أفريقي، وقد تصل قيمة الصفقة إلى 6.8 مليار دولار. طبعا تعتبر نشاطات الاستحواذ والاندماج مؤشر على تعافي الاقتصاد وصحة الاقتصاد، ويأتي ذلك بعد صدور دفعة أخيرة من البيانات الاقتصادية أشارت إلى تباطؤ التعافي الاقتصادي. لذلك هذه النشاطات أدت إلى بث بعض التفاؤل بالأسواق.